الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاربعاء 11 حزيران يونيو 2014. مجددا بيسعدني رحب بضيفنا باستوديو مدير الاستثمار في وزاره الاتصالات سابقا غسان ناصر. صباح الخير استاذ غسان. صباح النور. يعني نحن امبارح اخذنا الهواء واخذنا الحدث بالامس والذي طال حتى منتصف الليل. تخريجة آخر الليل كيف بتشوفها؟ هل في غالب ومغلوب أو بتعتبر أنه على القاعدة اللبنانية الشهيرة لا غالب ولا مغلوب انتهت المفاوضات بالأمس؟ هل راضي على تراجع هيئة التنسيق عن قرارة وعلى قدرة البعض يقول حيتان الميل بأن ينتصروا مجددا في معركتهم ضد الحقوق وضد حقوق العمال والأساتذة والإداريين؟ رح نحكي اليوم بالسلسلة لأنه يبدو أيضا بعد في مزيد من الانتظار بعد انتهاء الامتحانات سوف يكون هنالك عدم تصحيح وعدم وضع أسس تصحيح من قبل الأساتذة في حال لم تقر هذه السلسلة. الإدارة إلى أي مدى قادرة على العصيان في حال عاد الاعتصام وعادت التحركات؟ كل العناوين رح تكون محور حديثنا معك أستاذ غسان. بداية من قرار هيئة التنسيق بالأمس، هل قرأت فيه تراجع، خسارة، انهيار لأسس ربما الثورة التي قامت عليها وحتى للسلاح الأمضى اللي استعملته هيئة التنسيق هو الامتحانات الرسمية؟ لا، ما بشوف الأمور بهالشكل. هاي معركة إلى 3 سنين مفتوحة، استخدمت فيها كافة الأساليب والطرق من الطرفين. يعني ماشي، لما نرجع شوي بالذاكرة للحملة اللي قامت، يعني لما ابتدت أصلا فكرة سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر البعض اللي كانوا عم يشتغلوا عليها داخل المجلس النيابي إنه قضية عرضية بتمرق مثل كل القصة. لما تفاجئوا بالأرقام الأولى لحجم السلسلة ضربوا فريم مثل ما بيقولوا وتبلشت المماطلة. نتيجة الضغط يعني انعمل مشروع ما، الحكومة كمان أخذت وقت، حكومة الرئيس مئاتي، لدرس هالقصة. وبعدين بنفس الأسلوب المماطلة والتسويف، المماطلة والتسويف، وإنه بكرة من الرقاب التي هي أحسن، لأنه معودين هذه السلطة على حركات نقابية مطواعة، يعني بالأمر بتجي، بالعصاية بتجي، ما بتناقش، ما نعرفين شو هي طبيعة هيئة التنسيق. طيب هون بس بداية، بما أنه بلشنا بالبداية، اليوم البعض عم بيقول ليش هيئة التنسيق ما تحركت أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ ليش ما تحركت أيام الرئيس فؤاد السنيورة؟ ليش بس تحركاتها عمرهم 3 سنين بينما السلسلة من التسعينيات واقفة؟ ما ننسى، لا صار في حركة، يعني مثل ما بيقولوا نشاطات واحتجاجات أخذت أشكال مختلفة، مش بهالحجم، مش بهالزخم، لأنه معلش هيئة التنسيق إذا بنرجع لمكوناتها مش بس الأساتذة كانوا تاريخيا، والمعلمين هن رأس الحرب بأي احتجاج. الموظف ما كان له دور يذكر غير بعض الأنشطة الجانبية، لأنه يحرم ويحظر على الموظف نتيجة الأنظمة والقوانين الموجودة أي نشاط. مع الوقت يعني بالممارسة العملية بدون قرار وبدون إذن من حدا، يقولوا تصلب عود الموظفين وصاروا وكأنهم 30 سنة و40 سنة بالنضال. بعدين يعني معلش، ما هي الأزمة الاجتماعية الاقتصادية عم تتفاقم من سنة لسنة، يعني تراكمت بشكل أنه صارت بالسنوات الأخيرة شيء لا يحتمل. اثنين، أنه ما ننسى كمان بعد الاستشهاد الرئيس الحريري كمان مشاهد البلد خضات كتير، وقبلها لأنه كان السوري بلبنان كان ما في جرأة على تحركات نقابية. ما فينا ننكر أنه هذا النظام السوري هو كان مانع أي حركة فعلية احتجاجية، كان حاط النقابات بجيبته، وهي قصة معروفة يعني، وأدواته بلبنان فرغت كل شيء مفهوم عمل نقابي. بقى هون لنرجع بس للسؤال انه ليش حركت هيئة التنسيق؟ ما بعتبره تراجع انا، بالعكس قلت ما قلت هي معركة طويلة، ممكن تكون هي هدنة. اللي حصل انه تأجلت 24 ساعة، لأنه كمان ما ننسى في العالم الناس الأهل
اللي بيحطوا دم قلبهم ليعلموا اولادهم، ناطرين الساعه ليروح ابنهم او بنتهم تقدم شهاده رسميه على اساس هالشهاده هي حتامن له مستقبله العظيم مشان نصدره على شي دوله لولد من اولادنا، بنعلمه هون بنصدر لبرا، وبيحط دم قلبه بالاهل، وبالوقت اللي مش مضطرين كانوا لو في بلد ونظام كما يجب انه يكون التعليم بهذه الفوضى الموجود فيها. يعني ليه بتعتبر انه في فوضى؟ لانه ما معقول تكون الاقساط المدرسيه والاقساط الجامعيه بهذا الشكل، وانه الواحد بينبسط اذا قبل ابنه بمدرسه مهمه بيعمل واسطه لحتى قبلوه. ليش ما بتكونش المدرسه الرسميه مثل كل اي بلد بالعالم هي الاساس؟ وبيوم من الايام ما قبل الحرب الاهليه كانت المدرسه الرسميه بلبنان ذات مستوى، لانه كان المعلم والاستاذ كمان عايش شوي برياحه، وكان في اهتمام مش اكثر بالتعليم الرسمي مع الاهمال المتمادي لكل شيء اسمه قطاع عام. هون فيك مثل ما بيقولوا تجري القصه على كل شيء اسمه بالدوله، من تليفون، من صحه، من كل شيء له علاقه بمفهوم الرعايه، التعبير الذي يستخدم حاليا الرعايه الاجتماعيه. شو الرعايه الاجتماعيه؟ هي طبابه، هي تعليم، هي سكن، هي نقل، هي هيدي مسؤوليه الدوله، والا اذا بس مسؤوليه بس الدوله مسؤوليتها بهذه الرعايه الاجتماعيه. اذا بدنا نشوف نحن كل تدرج القطاعات مثل ما عم نحكي كيف بدا ينهار، حضرتك عندك خبره قد ايه، كم سنه بالاداره؟ 29 سنه وشوي. 29 سنه وشوي بالاداره، يعني عصرت ربما فينا نقول عصر ربما مش ذهبي فضي للانهيار. طيب شو اللي ادى لهذا الانهيار؟ بس مسؤول انه السياسه او السلطه هي اللي اثرت؟ اليوم البعض بيقول حتى الاداريين تعودوا على وظيفه الدوله اللي هي مسوقره، اللي هو دوام عادي، دوام محدد، وانه التنبله بمعنى اللبنانيه وعدم التطور وعدم المواكبه ايضا بيتحمله الموظف الاداري، وهذا اللي دائما يعني بعايروا فيه كل إداري بيقول بدنا حقوق أو بدنا تعويضات. ما بدي دافع عن الموظف الإداري، موظف الإداري إنسان مثل كل البشر معرض لشتى أنواع مثل ما بيقولوا الإغراءات. هون ترجع للموظف لشخصه إذا قديش هو مستعد يكون مرتشي أو فاسد. بس خلينا نرجع كمان لهون لأساس المشكلة اللي حصل بالسنوات الأخيرة وتحديدا بعد الطائف، أنه أول شيء الحكومات المتعاقبة أخذت قرار شيء اسمه عدم التوظيف. صار هالإدارات شوي شوي تدريجيا الناس تكبر بالعمر تطلع التقاعد، بصير في شهور 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 كيف كان عم يتعوض عنه؟ وقف التوظيف من ناحية تحت شعار شد الأحزمة وما بدنا شو اسمه، بالمقابل بنفس الوتيرة وأسرع وبعداد أكبر موضوع التعاقد بكل الوزارات بكل الإدارات، إضافة لإيجاد مؤسسات بديلة يعني خارج إطار المؤسسات المعرفة، من الصناديق هاي المؤسسات شو اسمه يعني نسع على ذلك أجيرو، مجلس الجنوب، مجلس الأعمار، الماء والأعمار، هي المؤسسات الرديفة يعني المؤسسات الرديفة للوزارات اللي كانت قائمة. إيه؟ لأنه في فساد بالإدارة، أكيد في فساد. وفي هل الفساد هو نتيجة المعاشات؟ يعني اليوم الكل لا مش نتيجة المعاشات، ممكن واحد يشحد وما يكون حرامي، معلش مش هيدا مش سبب واحد إنه يكون فاسد إذا بكون بحاجة لفلوس. بس معلش الفاسد لو ما محمي من احد ما بكون فاسد، لما اذا بيعرف انه هو اذا انكمش او ضبط بالفساد او باي نوع من انواع الرشوه انه بيعرف انه بده يتحاسب بتصور بعد العشرة قبل ما يعملها. اما لما بصير الفساد هو العقليه السائده، هو الثقافه المنتشره مش بس بالاداره، ما هو كمان معلش ناخذ بالقطاع الخاص. يعني مش المشكله بهالبلد انه الفاسد لا يحاسب، اجهزه الرقابه تعطلت كليا بالبلد، في جهاز التفتيش المركزي، في جهاز مجلس الخدمه المدنيه، لكن هودي تعطلوا، وحتى لما عم بيقوموا بواجباتهم لما بيرفعوا قراراتهم او تحقيقاتهم للجهات المعنيه لا ينفذ منها شيء. يعني معلش العملية بس الإدارة هي أيضا مش محسوبيات استغاثان، يعني هو يعني اليوم اليوم اللي بده يفوت على إدارة
اللي اساسا هلا كمان التوظيف يمكن بعد يعني بعده ما في توظيف بشكل كبير، بس اللي بده يفوت على اداره بده يرتهن لجهه سياسيه. تعيينات بالاداره بتصير نانسي ماشي، لما مجلس الخدمه المدنيه بيقوم بدوره وبصير فيه التعيينات عن طريق ما يسمى بالمباراة، إن كانت مباراة مفتوحة أو محصورة أو حسب الألقاب أو كذا، بس في شيء اسمه مباراة اللي هو عمليا امتحان، بيكون واحد معه شهادة هندسي أو إدارة أعمال أو كذا، بس بيخضع أو حقوق يعني حسب أي وزارة، بس بيخضع بس بيتاخد بنتائج بعد بيقول إنه في ناس بتكون نتائجها كتير عالية فجأة بتنحط على جنب وبيجيبوا محله الناس دون المستوى، وربما يكونوا مش متأهلين إنه يقدروا يدخلوا بهذه المباراة. هون بنرجع كمان لموضوع تاني، إنه مين إذا بده يجي على المؤسسات الرقابة أو هاي المؤسسات هي المفروض تعمل التوظيفات ناس تابعين مش مؤهلين. مش مستقلين، لا يعني بمعنى يكونوا مرتهنين للسياسيين اللي جابوهن على هذه المؤسسات، بتجر القصة بعضها. أما بالمبدأ لما بيكون في مؤسسة تعنى بشؤون التوظيف اللي هي مجلس خدمة المدنية، لا يعني كتير مفضوحة القصص، هلا بتصير في قراءات مش عم بقول لا، بتكون كتير مفضوحة لما بيكون في مباراة متقدم لها كذا عشرات الناس وتاخذ منها الأوائل، يمكن يمرق له واحد اثنين بالغلط، بس انه بالمبدا انه المفروض هيدي تكون هي بس هيدي عطلت لانه مجلس الخدمه المدنيه مش عم بيوظف، ما هو اقفل التوظيف هون. شو اللي حرر الاداريين لشفناه هون قادرين يهددوا باعتصام وبعصيان مدني وبانه نحن حنشل الادارات كمؤسسات كوزارات كل القطاعات حنشلها، شو اللي حررهم اللي بهو ثلاث سنين قدروا على هذا التحرك؟ يعني حضرتك كنت ببداية التحركات بعدك بأجيره، كنتوا قادرين تتحركوا، كنتوا توقفوا القطاع. لا أنفي أني كنت مشارك وبفعالية وقدم مثل ما بيقولوا عن قناعة، بس واحد عن جد بيتفاجأ أنه هذا الموظف اللي كان يخشى أنه يفتح تمه ويصرح يقوم يمضي عريضة خوفا من القانون المسلط عليه. القانون شو بيقول؟ صرف؟ يعني طردوا من الوظيفة. هيدا كل هالأمور تخطاها الموظف تدريجيا، صار الموظف يعني يسبق الأكبر مناضل لينزل على الشارع يتظاهر خلال السنوات الماضية. اللي خلى هالشي يحصل أنا برأيي هو تفاقم الأزمة، إنه صار مع فعلا معاش الموظف شيء كارثي. يعني لما دولة ما بتعمل تصحيح للأجور، أنا قلت لك يمكن بحديث آخر انه عفوا الموضوع مش موضوع سلسله، موضوع تصحيح اجور من 96 لم يحصل، وبالتالي تاكل القدره الشرائيه لمعاش الموظف الذي لا يسرق، خلينا نحطها بهذا الوضوح. بقى هيدي خلته صارت مش فارقه معه، طيب ما هيك جيعان شو بده يعملوا فيه؟ طيب انه المعاش اساسا مش عم يكمل، بيطرد وبياخذ تعويض وبفل ماشي الحال، بس انعمل جو صار بالامر الواقع. وهي شغلة إذا ما بده مثل ما بيقولوا تتطور لأمور أخرى بوضع الإدارة العامة اللي بما فيها حتى موضوع التعيينات اللي تفضلتي وأشرتي لإله، ليكون في من يمثل هؤلاء الموظفين بيكون عندهم رأي بأنه إذا بيترقى فلان أو فلان يكون عنده رأي، مش إنه المقررين بس مش إنه الزعيم بيقرر كمان. نفس الشيء هون إذا لأنك طرقتي لموضوع التعيينات اللي عم بتصير، ما هو بلد الفساد فيه يعني مش الفساد المادي. طيب نعمل شيء بالتنميه الاداريه، نعمل لجان اسمها لجنه انه انت افترضي موظفه مؤهله عندك كل المؤهلات تعملي مدير عام، يعني سنين خبره والى اخره ووظيفتك تسمح لك انك تكوني مؤهله، وبيعمل مقابلات مع كل يعني نظريا لازم يكونوا، بيستدعوا الناس لمقابلات، المقابلة بيكون اللجنة الفاحصة واللي عم تعمل المقابلة 4-5 يعني مجلس خدمة مدنية وزير وأحد الخبراء المهمين إلى آخره، وبتروح الناس عم بأمل، وبكون بس كل واحد بيكون عارف إنه رايح يعمل مقابلة وعارف حاله إنه هو مش جاي لأنه معروف. يعني بعطيكي مثل ومعلش وعلى الهواء، صار مؤخرا من أسبوعين سهو. قبل ما يصير في شغور بالحكومة بالرئيس الجمهورية وقت التعيينات الأخيرة، يعني بالتعيينات الأخيرة شو صار؟ أحد الموظفين أو الموظفات، خلينا نستعمل لأنه كتار الموظفات صاروا إيه.
يطلب لمقابلة لمركز شيغير بمؤسسة من المؤسسات الحكومية، وهذا انه يعني هذا لطائفة معينة الى اخره، وبيروح الشخص المعني. بتروح اصلا؟ نعم بتروح ولا بيروح الشخص؟ خلينا نستعمل كلمة الشخص. بينسأل أسئلة العادية وكذا وإلى آخره، ومن جملة بينسأل سؤال له علاقة بالمكان اللي رايح عليه، يمكن تلبك أو بالإجابة أو ما يعني اعتذر عن الإجابة الكاملة. بقى ليه اعتذر يعني عن المكان اللي رايح عليه؟ نعم ليه اعتذر عن المنصب اللي مفروض؟ لا مش اعتذر، بقول تلبك. ليه تلبك يعني؟ ما يقدر يعني مش محضر كما يجب الجواب على هذا السؤال عن أسئلة إلى علاقة بطبيعة الوظيفة اللي المفروض يروح عليها. قال أنا ماش قادر يعني ما عندي فكرة كاملة. بقى عير باللجنة أنه كيف واحد جاي يقدم على محل وما بيعرف شو أنظمته وشو قوانينه وشو قال لهم أنه يا عمي أنا جاي بس رفع عتب وعارف مسبقا أني ما حكون بهالمنصب، لأنه معروف المنصب لمين. احتجت اللجنة انه هذا كلام مرفوض ومش مقبول وكذا. هذا كان الكلام مثل الوقت الساعة 10 بنفس النهار الساعة 4 الدور كان في اجتماع مجلس وزراء، وعين الشخص اللي كانت كل الناس عارفة بده يتعين بهالمركز. اخذوا الناس ليبهدلوها، يعني بتبهدلوا الناس بمقابلات انه دولة عظيمة عم تعمل مقابلات كل الناس حقوقها محفوظة والاكفأ بيروح. قد ايه عامل بالوظيفة هذا الشخص؟ من خارج الملك. من خارج الملك. نعم منيح، ما تبقى ما انبلى وفات عليك. معلش يعني القصة هون ما بتستطيع. هيدا اللي اجى بغض النظر مين هو. طب ما هذا بده يكون ايه؟ هذا يكون تابع للجهة اللي جابته. ما مرتهن للجهة اللي جابته. طب بس هون شو بينفع اليوم؟ هل فينا نقول يعني حضرتك لمن لا يعلم كنت السبب بالإشكال الكبير البعض يقول بين الوزير شرب النحاس والمدير العام عبد المنعم يوسف، والتطور اللي صار بالدخول الى الطابق الثاني بوزارة، يعني كلنا بنعرف السياق اللي صار واللي ادت تدريجيا الى استقالة الوزير زياد بارود وتمسك اللواء أشرف ريفي وتدخل أمني. كنت من ضمن القرارات اللي اتخذها الوزير شرب النحاس واللي كانت رح تؤدي لكارثة. بالآخر شو صار؟ تحديته ووصلته يعني للآخر بالتحدي، شو صار؟ لا أنا لا أدعي دور ما لعبته يعني. ماشي، أنا كنت في تلك الفترة مدير استثمار، وكان في مكان مركز تابع لوزارة الاتصالات المطلوب كان يحرر ويكون بعهدة الوزارة. بقى ذهب الوزير نحاس برفقة بعض الموظفين، أنا أحدهم، إلى هذا المكان. تفاجأنا وقتها بهذه العملية الأمنية اللي كان ما إلى مثيل، يعني جبهة حرب واجهتنا، كان ممكن يصير فيه كارثة لو أي غلطة من الغلطات حصلت. بس لا أزعم ولا يعني طيب بس وقتها هيدا مش ك يعني مش كشخص، عم بحكي عن فكرة إنه التحدي بهذا المكان ما كانش تحدي، بقدر ما هو استرجاع هيبة الدولة ومال الدولة. استرجعتوها؟ وما بعتقد. ما أنت تفضلتي وقلتي إنه وزير يقدوا أديده على أثرات، صحيح كانت حكومة مستقيلة، بس إنه حتى اعتكف وقعد ببيته من بعد هالقصة. بقى رجاء عدم الخوض فيها، لأنه هيدي شكل من أشكال مثل ما بيقولوا وضع اليد أو السيطرة أو السلبطة على كثير مقدرات من مقدرات الدولة بدون وجه حق. طيب أيضا بالأمس هل تعتبر في حدا خسر؟ مين خسر أكثر؟ أكيد في طرفين تنازلوا، في ديل صار. الشعب اللبناني اللي خسر بأي شو معنى؟ خسر؟ مش مبارح. ما بعرف ليش كان مضطرين هذه السلطة، سلطة بمعنى مش هذه الحكومة بس، سلطات الحكومات المتعاقبة تنطر لآخر ساعة، آخر 24 ساعة لحتى تعمل مفاوضات جدية وما تحصل فيها شيء. يعني تأخر يعني تأجلت القصة 24 ساعة. أنا برأيي غالب ومغلوب هي كذبة كبيرة. لا، المغلوب باستمرار عم بيكون البلد والوطن الشعب الناس. يعني مش قصة مين بيلوي زند مين بالموضوع، في خسارة عم توقع على الناس. طيب إلا 3 سنين هيئة التنسيق بالترجي بالاحتجاج بالمطالبة بالاعتصام بالشمس الحارقة عم تنزل عم بتصرخ عم بتعيط يا جماعة. معلش يا نانسي، خلينا كمان شوي نرجع بهالموضوع
لأنك أنت أثرتي قبل شوي يعني بالمقدمة موضوع حيتان المال. أنت بتتذكري قبل سنة ونص اللي كانوا بتصدرين الشاشات اللي ضد السلسلة مننه حني حيتان المال، أصحاب البنوك أصحاب الشركات ما يسمى، ما هن بيطلقوا على نفسهم الهيئات الاقتصادية، هن اللي قالوا أنه بتخرب الدنيا إذا خرت السلسلة. طيب. هودي قدموا خدمتهم، حطوا رأيهم، كلفوا محامينهم اللي هن ناشئين جدا يستلموا القضية، وهن هلأ بطلوا يظهروا، تولوها آخرين. مين الآخرين؟ اللي هلأ كده يعني مجلس النواب والحكومات المتعاقبة. هودي أصحاب القرار الفعلي بهذا البلد مثل أي بلد بالعالم، اللي هن أصحاب المال، هن أصحاب السلطة. بتتغير وجوه رؤوس الحكومات ووزراء معينين، بس الحكام الفعليين هن أصحاب رؤوس الأموال الفعلية، يعني من ريوع وبنوك وعقارات وودائع كبيرة. هودي هن اللي عندهم القرار، هودي حطوا رأيهم وبشراسة. ارجع إلى الأرشيف وشوف المناظرات اللي انعملت من قبل سنة ونص وسنتين لما صارت القصة. بس هذا التحميل، البعض بيقول انه كمان هيئة التنسيق بدها تشتغل بواقعية، الحق اللي طالبت فيه بال94 او اللي انحرمت منه من ال94 لل2014 ما فيها، او من 98 لل2014 ما فيها اليوم تقول بدي اياه هلا كله. اللي سكت عن حقه بده ايضا يقبل انه يفاوض ويتنازل ويتجزا ويقسطوله كمان، يعني تراكم السكوت في حقه تمام. يعني مش بدنا نضلنا نقول انه التصويب على جهه واحده، بينما في جهه اخرى لابد ان تدخل بتسويه كما جرى بالامس. يعني انه ضروري كنا نضطر نسمع يعني ننطر 3 سنين لنفوت بمشروع تسويه اللي بعده مش مبين، مش مبين ملامحه. يعني الاتفاق اللي صار امبارح بلال هيدا انا برايي ترقيع، مثل كل شيء بهالبلد الترقيع هو سيد الموقف. انت بتعرفي شيء اسمه الطريق البحريه المؤقته؟ قديش الى مؤقته هاي طريق بهي؟ طريق بهي من اين مكتوب اليافطات الطريق البحريه المؤقته؟ لا صار لها 20 سنه، وبعد 20 سنه بدها مؤقته. شفتي لك شي شارع مره تزفت بالكامل الا ترقيع؟ ما في شيء بهالبلد، ما في شيء اسمه حلول للمستقبل، كله حلول ترقيعية خدعة على كل المستويات. رح تابع معك بهذا الموضوع، كله مش وقته، كله مش هلا وقته. هو رح تابع بهذا الموضوع وبهل تعتبر انه تخريجة الليل هي ترقيع وضربت النفس الثوري اللي كانت هيئة التنسيق عم بتراكمه بلحظة؟ البعض قال انه وصلت لأعلى مستوياتها، لكن اسمح لي انه نرجع لكريستين وفقرة صحف. إليك كريستين. شكرا نانسي. مشاهدينا رح نبدأ الجولة اليوم مع المقابلة اللي أجراها زميل سامي كليب بصحيفة الأخبار مع الرئيس السوري بشار الأسد. الأسد: الحوار أساس الولاية الثالثة. الأسد مقتنع أكثر من أي وقت مضى بقدرة الشعب على تخطي هذه المرحلة السوداء من تاريخ سوريا. لعل هذا بالضبط ما أبقاه متماسكا طيلة الأزمة. يقول: بقيت ألتقي بالناس والوفود التي تأتي إلي أو أذهب إليها. شعرت منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة التي أدخلوها إلى بلادنا لتدمير سوريا أن الناس تثق بالدولة ورئيسها وجيشها. لذلك بقيت أراهن على قدرة هذا الشعب على ضرب جذور المؤامرة. ويضيف الأسد: جاءت الانتخابات لتؤكد أن الناس لم تتغير رغم الإعلام والتجيش والتكفير والإرهاب والتآمر الخارجي. عند الأسد ميل دائم صوب الحديث الاستراتيجي أكثر من التفاصيل رغم ألمامه بأدقها. لعل لبنان صار تفصيلا أمام التحولات الدولية الكبرى. الحليف الدائم والأهم السيد حسن نصر الله هو الأساس. لم يعبر السيد نصر الله يوما سوى عن تعاطف ودعم لن تنساه سوريا ولا السوريون. يبدو الجنرال ميشيل عون الأقرب إلى قلب الأسد وذهنه في معركة الانتخابات الرئاسية. ثمة روايات تنعش ذاكرة الأسد في الحديث عن عون، بينها موقف الجنرال حين جاء معزيا بشقيق الرئيس وكيف صالح أحد أكبر الضباط السوريين الذي كان مسؤولا في لبنان أثناء انتفاضة عون ضد سوريا. يضيف الأسد: منذ ذاك كشف عون عن طينة رجل نزيه وشريف خاصم بشرف وتصالح بشرف وبقي وفيا لموقفه حيالنا رغم كل العواصف والإغراءات. نحن لا نتدخل في شأن أي دولة عربية، لكننا نرحب بانتخاب عون رئيسا لما فيه مصلحة لبنان أولا ومصالح علاقات الأخوة، ونعرف عنه أنه وطني لا طائفي ومؤمن بالمقاومة والعروبة. ننتقل إلى الملف أو الموضوع الطارئ التي عنونت عليه جميع الصحف، أكانت اللبنانية أم العربية اليوم، وهو الموضوع الطارئ في العراق. ومن صحيفة السفير: عاصفة داعش النفط والدم مع هذه الخريطة لسوريا والعراق.
كل الهزات الأرضية التي كانت تحدث خلال الشهور الماضية كانت تشير إلى أن زلزال داعش آت لا محالة، وهو زلزال إقليمي لا شك، وله تداعياته وهواجسه الدولية. فمنذ بداية عام 2014 وسيطرت داعش على مناطق شاسعة في الفلوجة والرمادي، ثم عمليات اقتحام سامراء والموصل وجامعة الأنبار كانت تعني أن التنظيم يقترب من إطلاق عاصفته الكبرى. الاستيلاء على مدينة عراقية كبرى وغنية كالموصل خلال ساعات قليلة، والتقدم نحو مناطق عراقية أخرى لمتابعة سلسلة مكاسبه الميدانية عبر الحدود من حلب في الشمال السوري وصولا إلى الرقة والحسكة ودير الزور، وحيث يدر النفط السوري عشرات ملايين الدولارات في جيوب أمرائه، ثم إلى عمق العراق في الفلوجة على مشارف العاصمة العراقية بغداد، وبالتماس مع مناطق كردستان، ليتشكل ما يمكن وصفه بأنه دويلة داعش التي تنتظر إعلان أمير التنظيم أبو بكر البغدادي قيام دولة الخلافة الإسلامية وسط صمت عربي غير مبرر. تقول السفير: إن المشهد كان مريبا ومؤلما في الوقت ذاته. عشرات آلاف العراقيين أجبروا على النزوح هربا من الموصل المستباحة من داعش، والمريب هو سقوطها ذاته وبهذه السرعة والاندحار السهل لقوات الجيش العراقي الذي كان يوصف ما قبل عواصف شوارزكوف وبريمر بأنه من بين أقوى الجيوش في العالم. نبقى مع هذا الموضوع، واخترت لكم بعض المعلومات حول الجديد العراقي من صحيفة الحياة. المعلومات الواردة من داخل الموصل تؤكد تلقي عدد من رجال الدين والوجهاء وشيوخ العشائر في المدينة دعوات إلى اجتماع مع قادة داعش، فضلا عن اتصاله بضباط من الجيش السابق للحصول على البيعة للدولة الإسلامية، على غرار ما فعل في أمكنة أخرى في سوريا والعراق، غير أن شخصيات عشائرية استبعدت ذلك ورجحت أن يحاول التنظيم إشراك أهالي المدينة في إدارتها لإثبات أن ما يحصل ثورة شعبية ولمنحه فرصة لاستغلال مقاتليه في عمليات جديدة. ننتقل الآن إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية. توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهمات مع إسرائيل بشأن عدم إقدامها على أي خطوة مفاجئة إزاء الملف الإيراني. الإدارة الأمريكية أطلعت إسرائيل مسبقاً على جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انتهت أمس، وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن إسرائيل راضية عن الموقف الصارم الذي تتمسك به القوى العظمى في المفاوضات، ولا سيما مطالبتها إيران بتقديم تنازلات واضحة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. نعود الآن إلى صحيفة السفير وبعض الشؤون المحلية. اخترت اليوم مقال للزميلة ملاك عقيل: من البرلمان إلى السرايا نعم للتعطيل. لا يتوقع أن تكون جلسة الحكومة الخميس منتجة عكس سابقاتها. تبدو الأمور معقدة ومتداخلة إلى حد الضياع الفعلي. ذهب رئيس الحكومة قبل انعقاد جلستي انتخاب رئيس الجمهورية وأقرار سلسلة الرتب والرواتب في إجازة خاصة، وعاد ليشهد على ما توقعه أصلاً. فشل على مختلف المستويات. يتوقع أن ينسحب إخفاقا في الاتفاق على خارطة طريق المرحلة على طاولة السرايا، وبخلاف ما جرى الترويج له بحسم الرئيس سلام لمسألة حقه الحصري في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، فإن مؤشرات الممانعة لا تزال تصدر من الجانب العوني ما يحول دون حسم هذه النقطة. فوزراء التيار الوطني الحر يسعون إلى فرض طرح بند تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية ضمن سلة واحدة مع بند إقرار التفرغ في الجامعة. لكن على ما يبدو بحسب ملاك عقيل فإن الرئيس نبيه بري الذي هدد بأن تعطيل عمل مجلس النواب سيؤثر على دورة العمل في الحكومة، مفترضا أنه لا يجوز وقف التشريع وأبقاء محركات الحكومة شغالة من دون رقابة نيابية، يتلاقى بمطلق الأحوال مع رأي حزب الله بأن تعطيل هذه الحكومة خط أحمر. ومن صحيفة السفير إلى صحيفة الديار، ومبادرة للبطريرك الراعي. علم أن البطريرك بشارة الراعي يقود مواجهة تحت عنوان لا تشريع ولا سلطة تنفيذية في ظل الشغور الرئاسي، ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الوزراء سخونة حادة في ظل تأكيد رئيس الحكومة تمام سلام أنه سيصارح اللبنانيين بالحقائق وبشكل شفاف، وسيكشف الأمور بأسمائها وسيحدد المعرقلين وليتحمل الجميع مسؤولياتهم، وبالتالي فإن جلسة مجلس الوزراء ستشهد كباشا وسيناريو مشابها للجلسات السابقة.
وأختم الجولة اليوم مع ملحق في صحيفة الأخبار تحت عنوان العالم في بلاد الصحراء، وهو ملحق خاص بالمونديال، مونديال البرازيل. واخترت لكم من الملحق ما كتبه أحمد محسن تحت عنوان مونديال السوريين، أهداف الوقت الضائع لا تحتسب. في مخيماتهم اليوم لن تنصب لهم الجمعيات تلفزيونات لكي يهتفوا للفرق وليست فرقهم، وينسوا ما فعلته الفرق المتناحرة ببلادهم، لكنهم سيفعلون ذلك بأنفسهم. تكالب العالم على السوريين، لكنهم ما زالوا يحبون العالم ويشعرون بالانتماء إليه. حديث الأطفال عن المونديال لا يفضح إلا شيئا واحدا، رغبتهم في الانتماء إلى العالم، في أن يلتفت الأخير إليهم. هم الذين يلتفتون إليه رغم كل ما حل ويحل بهم، سيجلسون أمام خيامهم ويشجعون ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولن يشجعهم أحد، سيهتفون بصوت مرتفع ولن يسمع العالم هتافهم. بمقالة أحمد محسن من صحيفة الأخبار أختم الجولة وأعود إلى نانسي. شكرا كريستين. قبل ما ندخل إلى فاصل إعلاني معنا وزير العمل الأستاذ سجعان أزي. صباح الخير مع الوزير. صباح الخير مدام نانسي، لإلك ولا ضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك. مع الوزير، بداية ما هو تعليقك بالأمس على الاتفاق الذي جرى بين وزارة التربية وهيئة التنسيق النقابية، وهل تعتبر بأن أحد الطرفين قد خسر في هذه المعركة؟ هناك طرف ثالث قد خسر في هذه المعركة، لأن المسألة ليست أينتصر الوزير أم تنتصر هيئة التنسيق، المسألة هي هل يقدم الطلاب امتحاناتهم أم لا يقدمونها. هذا هو السؤال الأساسي، وفي هذا الإطار إن اتفاق الأمس هو اتفاق فاشل مع الأسف، وأبرز تداخل المطالب النقابية الشريفة مع اللعبة السياسية لبل الطائفية. فلو كان هذا الاتفاق أدى إلى تأجيل الامتحانات يوما واحدا ومن ثم إجراء الامتحانات مع التصحيح وإعلان النتائج، لقلنا يجوز التضحية ب 24 ساعة، لكن أن نضحي ب 24 ساعة بدل الخميس تصبح الامتحانات الجمعة بسبب كباش شخصي بين الوزير وهيئة التنسيق وأطراف أخرى، فهذا أمر لا يجوز. فمن سينتظر الامتحانات ومن سينتظر نتائج الامتحانات والتصحيح؟ هؤلاء الطلاب لديهم مستقبل، لديهم تسجيلات في جامعات، لديهم انتقال من صف إلى صف، لدى آبائهم وأمهاتهم مشاريع يجب أن يتكيفوا معها في ضوء نتائج الامتحانات لأولادهم. ما حصل بالأمس أكد أن المصالح الشخصية هي المسيطرة على مصالح البلد والأجيال والشباب والشابات. بس كيف يعني هون مع الوزير؟ كمان البعض يقول أنه هؤلاء الطلاب ليسوا لا رهينة هيئة التنسيق فقط ولا رهينة الامتحانات أو عدمها أو تصحيح الامتحانات أو عدمه، هن أيضا رهينة الطبقة السياسية. اليوم مرهونة الامتحانات وتصحيح هذه الامتحانات بالطبقة السياسية اللي عليها إقرار سلسلة كلكم بتقولوا أنها محقة، بس ما حدا عم يذهب وعم يبادر لكي يضع حد لهذا الموضوع. موضوع الطبقة السياسية موضوع صحيح، يجب أن تتغير هذه الطبقة السياسية وينشأ جيل سياسي جديد يتولى شؤون البلد والناس والدولة والمجتمع، لأن هذه الطبقة السياسية ولا سيما تلك التي تسلمت البلد منذ الطائف إلى اليوم أثبتت فشلها بالمعايير المحلية والعربية والإقليمية والدولية، أخلاقيا سياسيا أمنيا ووطنيا، هذا أمر متفقون عليه. أما اليوم فنحن نبحث بموضوع محدد ومرتبط بشريحة واسعة من الشعب اللبناني هم الطلاب، كمان في العمال والأساتذة والموظفين، لا علاقة للطبقة السياسية بشكل مباشر بالطلاب. فلنجري الامتحانات ولتتابع هيئة التنسيق نضالها ونحن معها. أنتم ككتائب هل ستذهبون لإقرار السلسلة ب 19 حزيران أو رح تبقوا على موقفكم من عدم شرعية جلسات بعدم وجود رئيس؟ هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة إلينا، نحن نميز ما بين المطالب وبين الدستور.
نحن نعتبر أنه استنادا إلى المواد 73 74 75 من الدستور بأن المجلس النيابي بعد شهور رئاسة الجمهورية يتحول هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية. هذا هو تفسيرنا على الأقل ولا نفرضه على الآخرين. وانطلاقا من هذا التفسير الدستوري نحن لا نقاطع مجلس النواب، إنما نعتبر أي جلسة للتشريع هي جلسة غير دستورية ولا نحضرها. المسألة ليست مسألة مقاطعة. أخيرا مع الوزير، في حال طال الفراغ ووصلنا إلى آب موعد دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد، أنتوا رح تبقوا على موقفكم من أنه هذا المجلس لن يقر تمديد قانون تمديد للانتخابات لمجلس النواب الحالي؟ كل هذه الأمور، كل هذه الأمور مدام ننسي لا نطرحها اليوم. اليوم السؤال ليس هل يشرع المجلس أو لا يشرع، هل تجتمع الحكومة أم لا تجتمع، هل تحصل انتخابات نيابية أم يمدد للمجلس الحالي مرة ثانية. السؤال المحوري هو هل ستجري انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب أن نجيب عليه بموقف وطني إجابا وننتخب رئيسا للجمهورية. هل حضرتك مع قول النائب وليد جملات لا عون ولا جعجع؟ يعني النائب وليد جملات لم يستشرنا حين غش النائب هنري حلو الذي نحب ونقدر، ولم يستشرنا اليوم حين قال لا لجعجع ولا لعون. نحن نقول نعم لانتخابات رئاسة الجمهورية، فليترشح من يريد ومن ينال الأصوات الضرورية، ونؤيده وندعمه ونعتبره رئيسا لكل لبنان. أخيرا مع الوزير، بالسلسلة يعني بتعتبر اليوم أنه حضرتك عم تقول هيدا اتفاق فاشل، هل تعتبر بأنه بعد انتهاء إجراء الامتحانات ومفروض أنه يتم بدء التصحيح رح نرجع على ذات الدوامة وعلى ذات الإشكالية؟ لا يجوز بقاء العمال والموظفين خارج إطار إعادة النظر بأجورهم وضماناتهم. المطالب التي يرفعونها هي مطالب صحيحة، وهي الحد الأدنى ما يستحقون في هذا الزمن الذي فيه أصبح كل شيء فوق مقدور حتى الأغنياء، فكيف حال بالطبقة المتوسطة والفقيرة. ولكن لا يجوز أن نشرع شيئا من جهة ونسرقه من جهة أخرى من الذين كانوا قد نالوه. اليوم إقرار السلسلة كما هي من دون إيجاد الواردات هي شيك بدون رصيد، فهل يريد العمال والموظفون أن يأخذوا شيكا بلا رصيد؟ على الدولة اللبنانية أن تجد الواردات الضرورية التي لا تسقي الكاهل الطبقات الكبيرة والمتوسطة وتقر سلسلة. السلسلة واجب، يجب أن نعترف به. نعم وزير العمل سجعان أزدي، شكرا جزيلا لك استاذ سجعان على هذه المداخلة. ومشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع غسان ناصر مدير الاستثمار في وزارة الاتصالات. سابقا، هل تؤيد الوزير الأزدي أنه هذا الاتفاق هو اتفاق فاشل؟ بدي استعمل فاشل أو ناجح، أنا مثل ما قلت قبل شوي هذا هدني بهالمعركة الطويلة ما بين هيئة التنسيق والسلطات المعنية. لوين بدها توصل ما عندي تفاصيل، بس مثل ما صرح صديقنا حنا انه مثل ما صرح معالي الوزير انه في هدني ما في سبيل او بأمل يصير في إقرار للسلسلة بالأسبوع القادم. هل تأمل بإقرار السلسلة ولا بتعتبر أنه هذا الاستشراس من قبل ما تسمونه حيتان المال أو الهيئات الاقتصادية ما رح يتنازلوا عنه بسهولة، وبأنه السلسلة رح تروح مهب الرياح؟ أمنيتي غير الأمانة، الواقع. أما الوقائع بتدل أنه لو النية موجودة لدى هذه السلطة ومن وراءها بإعطاء السلسلة اللي كانت عطتها من زمان. هون بدنا لشي ننسي، بدي استطرد ببعض الشغلات. كان ممكن انه خلال هالثلاث سنوات يقدموا سلسلة يشحلوا من أرقامها شوي إلى آخره. بس أستاذ غسان، نعم. بدي أعتذر منك، بدنا معنا الأستاذ نعمة محفوظ. صباح الخير أستاذ نعمة. صباح النور.
استاذ نعمي، اليوم مفروض انتو نهار الجمعة رايحين على الامتحانات الرسمية كهيئة تنسيق، عم نحكي معك بس كقطاع خاص، شو بده يصير يعني اليوم الطلاب؟ شو اذا بدنا نقول البرامج شو حطيتولون؟ البروفي كم يوم رح تكون الامتحانات؟ اي متى تدريجيا في امتحانات رح تتأجل ولا ما رح تتأجل؟ شو اتفقتوا مع وزارة التربية؟ خليني اوضح بداية انه نحن اثبتنا كهيئة تنسيق نقابية امبارحة انه نحن نحرص على الطلاب. نحن وقت عرفنا معالي الوزير الساعة 10 بالليل منو قادر يعمل امتحانات يوم الخميس ورايح يعطي افادي، اخذ قرار وكتب البيان بالافادي المدير غير البروفي لانه منو قادر يعمل امتحانات خارج هيئة التنسيق. نحن رجعنا تراجعنا لانه نحن الاحرص بعد 9 شهور والطلاب تعبوا لازم ياخذوا شهاده. رجعنا توصلنا لحل نحن ومعالي انه بتاجل اليوم للجمعه. وهدف تاجيل اليوم كان اكثر من سبب، اولا لحتى نقول للناس هيئه التنسيق النقابيه هي من يقرر امتى بصير الامتحانات، اثنين لحتى نفسح مجال للعامل اللوجستي لننجحها لانه بدنا يومين على الاقل حتى يرجعوا يتحددوا المراكز ويتوزعوا رؤساء المراكز والمراقبين واللجان الفاحصه وهكذا. كان اذا البروفي حتبلش يوم الجمعه سبت احد اثنين يعني بكون اخرنا يوم 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 للبروفي، والشهادات الثانويه بدل ما تبلش الاثنين حتبلش الثلاثي اربع ايام ورا بعض. هلا اليوم يعني بلشت الاعمال باللوجستي بوزاره التربيه، بلشوا يتوزعوا على رؤساء المراكز والمراقبين يستلموا التكاليف تبعيتهم، وبكره دغري بتشتغل لجان الفحصه للمواد تبعت يوم الجمعه وبتحط المسابقات بالليل وحنبلش نشتغل نحن. طيب بس يعني استاذ نعمي قلت لي من الجمعه للتنين بروفي، من الثلاثه للجمعه الثانويه العامه، والمهني والتقني شو اي متى امتحانات؟ المهني والتقني بلش ب 16 شهر لوحده. المهني والتقني بلش ب 16 شهر. اوكي المهني والتقني رح يبلشوا التنين يعني ب 16 صحيح. نعم. طيب من بعد كل هذه المداولات بالامس، اول شيء ربط اي اجتماع مع الوزير باعتذار من نعمي محفوظ، سياسة الاعتذارات قديش اثرت على هيئة التنسيق؟ انا 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 لا اخطئ بحق احد، انا انسان تربوي، انا مربي، انا عندي طلابي بيسمعوني بس اطلع على الاعلام، انا ما بقبل احكي مفردات غير تربوية، وبالتالي أنا لم أخطئ بحق أحد وما زلت مصرا على ذلك ولن أعتذر من أحد. وهذا ما حدث وقت الأذيع بيان أنه هيئة التنسيق اعتذرت، رجعت أنا صححت هيئة التنسيق ما بتعتذر من حدا لأنه ما غلطت بحق حدا. في كيف كان اللقاء مع الوزير؟ يعني أخذ شوية مشاتي حول هذه النقطة بالتحديد، بس بعدين مشت الأمور. هلأ كان مع الوزير أنا مثل ما قلت لك بالبداية مصر على الخميس، انا قلت له بالحرف الواحد اصرارك يا معالي الوزير على الخميس يعني انت ما بدك تعمل شهاده. قال لي صحيح انا بدي اعطي افاده الليله. قلت له يعني اللي ضامن على الطلاب والحريص على الطلاب بلبنان واللي عملتها بهي التنسيق النقابي انه بتاخذ طلاب رهائن ما بيروح بيعطي افاده. بالنهايه انا برايي تدخل الرئيس بري واتصاله بالجنرال عون ودخل الجنرال عون رجع لقينا حال بنص انه بيأشر النهار وبنروح نعمل امتحانات الاولاد لانه الطلاب لازم يحملوا شهاده ويفوتوا على الثانوي والترمينال لازم يحملوا شهاده ويروحوا على الجامعات. طيب بس انتم هذا الضغط هذا الضغط اللي تعرضتوا له لوصل لحد انه انا بعطيهم افادات مثل ما حضرتك عم بتقول وبلغي الشهاده الرسميه، ما مش خايفين انه بالربع الساعه الاخيره بين التصحيح وقصص التصحيح ما رح تتعرضوا لضغوطات جديدة؟ البعض يقول انكم رضختوا لتدخل تحديدا، يعني الرئيس بري هو رجل سياسي وهو ايضا رئيس مجلس النواب، خليني وضح يعني قدر انه يدخل على هيئة التنسيق وايضا يضغط عليها كما كان مراد من قبل السياسيين، يعني اللي بيقبل ان يضغط عليه الرئيس بري قد يقبل بعد فترة انه يضغط عليه يمكن تيار المستقبل. خليني اوضح لك، هيئه التنسيق النقابيه ما حدا بيضغط عليها من كل الكتل السياسيه بلبنان ولا اي رئيس كتلي ولا اي رئيس، وانا واضح بكلامي. اثنين، رئيس بري اعلن موقفه بمجلس النواب وقال له للوزير ما ممكن تعمل امتحانات قبل ما نعرف نحن، عرفنا بالاخبار اذا كان الضغط على معالي الوزير مش علينا. ثلاثه، قلت لك اجى ممثل رئيس بري على الوزاره وراح والوزير ما قبل، يعني كان الضغط على الوزير مش علينا. كان عم يطلب منه التأجيل لأنه الهيئة التنسيق مصرة ما بتعمل امتحانات الخميس، ما قبل معالي الوزير. هون أنا قلت له أنت بدك تعطي إفادة، قال لي أنا بدي أعطي إفادة وراح. رجع صارت اتصالات بين الرئيس بري والجنرال العام مع الوزير. هيئة التنسيق النقابية ما حدا بيضغط عليها بالسياسي. نحن هي معلومة لألي كمان، أنا من أسبوع طرحت بهيئة التنسيق ما يلي. قلت له معالي الوزير مش قادر يعمل امتحانات.
معالي الوزير هذه الخطط غير مسبوقة والخطط النووية طبعيته بطلعتي إيجابي. قال شو ما عم تنطلع هذه المعلومات اللي عندي. فخذنا قرار بهي التنسيق إذا هم بطلعتي إيجابي إذا رحنا من الانتخابات ما نتراجع. لأنه نحن أحرص على الشهادة. نحن أساسي إذا طلابنا ما بدهم شهادات نحن انضربت التربية انضربت المهنة نحن مهنتنا بتنضرب. كيف تقدروا انتوا اذا كيف بتقدروا انتوا استاذ نعمه هذا الطرح اللي طرحته كيف كنتوا بتقدروا انكم انتوا تدعوا للامتحانات الرسميه مش الوزاره؟ بس هو بده يعلن انه بده يعطي افادي بنقول احنا تراجعنا على المقاطعه، شو بيبرر للشعب اللبناني ساعتها اعطاء الافادات؟ بمجرد ما احنا نتراجع عن المقاطعه شو بده يبرر هو انه بده يعطي افادي؟ ما في عنده تبرير، ساعتها مضطر يعمل امتحانات. طيب هون استاذ نعمه بتخافوا من ضغط اللحظه الاخيره والربع الساعه الاخيره وانكم حتتراجعوا عن وضع اسس التصحيح والتصحيح؟ انا بدي اقول لك امبارح صار بالاجتماع كنا واضحين جدا مع معالي الوزير وممثل الرئيس بري انه نحن منقاطع معالي الوزير ما بتدعي اللجان اللي بدها تصحح نحن منقاطع نحن ما احنا مستعدين لاي تصحيح قبل ما تقرر السلسله سواء قرب 19 قبل ما تقرر 19 ما في تصحيح ما في نتائج قبل ما تعطونا حقنا ويسعى الوزير ويسعى الممثل رئيس بري وهذا راي هيئه التنسيق العربي انا عندي على الهواء بكره بس غير راينا انت فيك تحسبين والشعب اللبناني كله بيحسب بس كمان بكره ما حيضغطوا عليكم استاذ نعمه ما حيضغطوا عليكم انه في جامعات برا ناطره في جامعات لبنان ناطره في طلاب بدكم ترجعوا ترهنوا لهم مستقبلهم انه حتقولوا لنا في جامعات برا وحتقولوا لنا بدهم يفوتوا على الجامعات حتقولوا لنا في بعض الطلاب عندهم بورس برا هذا الكلام نحن ما بقى ناخذ فيه لانه قلنا ثلاث سنين هذا الكلام قيل بسنه 2012 رجع قال بسنه 2013 وهلا عم يقول بسنه 2014 ما بقى فينا نحمل بعد ثلاث سنين روحوا حلوا موضوع السلسله في مديون لبناني اخينه رهينه قلت لك ثلاث سنين حلوا موضوع السلسله نطلع لك النتائج هيك ما في نتائج نائب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ شكرا جزيلا لك استاذ نعمة على هذه المداخلة وعلى التوضيحات وأذكر بأنه من الجمعة للتنين أربعة أيام امتحانات البروفي الشهادة المتوسطة الثانوية العامة من الثلاثة تم تأجيلها من الاثنين للثلاثة من الثلاثة للجمعة أربعة أيام والمهني والتقني تعليم مهني والتقني تبدأ من الاثنين 16 حزيران هذا بحسب ما أعلنه الأستاذ نعمة محفوظ عبر القناة الجديد أستاذ غسان بتلاقي هذا النفس اللي كان عم بيحكي فيه أستاذ نعمة بعده عم بحاول يقول نحن الثورة مستمرة بعدنا بهذه الثورة أو بهذا الإصرار على حقوقنا بالسلسلة وإن كنا قد قبلنا بأنه نحن اللي منحدد ما حدا بحدد نحن رجعنا حددنا وأجلنا نهار الامتحانات بعتقد إيه لأنه هيئة التنسيق اللي عملته أنا برأيي قلت لك قبل شوي هو اتفاق هدني بهالمعركة الطويلة إذا ما تحقق شيء ما بعتقد قديش بدل فيه إلها يعني مصداقية بوجودها لا بعتقد بديش سميها ثورة بدي أقول أنا في حركة احتجاجية بالبلد صارت قصة كبيرة لم يشهدها لبنان منذ عشرات السنوات هاي كيف تتطور ومين بيساعد بتطويرها موضوع للبحث وهون بدي بس عرج شوية على سؤال وما جاوب عنه يمكن الأستاذ نعمي إنكم أنتوا فيكم تعملوا امتحانات أنا برأيي إيه إذا وزارة التربية بدها تعمل امتحانات بدون المعلمين بدها تعمل إفادات يعني تلغي الامتحانات من واجب مش إنه قادرين من واجب هيئة التنسيق يا أبو الأحرى المعلمين هن يدعوا لامتحانات وهن يعملوا الامتحانات إيه شو المانع؟ مثل ما أنا عندي رأي بقصة الانتخابات النيابية شو المانع إنه كمان هيئة التنسيق مين بيروح براقب الانتخابات النيابية؟ ما موظفين الدولة ومعلمين يدعوا لانتخابات نيابية شو المشكلة بهالبلد؟ شو القصة يعني انه ليش معتبرينا والا المواطن بس هو صندوقه بروح كل اربع سنين بدون ما يعرف لمين عم بينتخب بس بيقولوا له روح انتخب؟ لا خلينا شوي نطلع شوي بس نتشبه بالعالم وبما يجري بالعالم بس بالاشياء السلبية مش صحيح انه الامور تمشي مثل ما بدها المحادي مثل ما بدل انا برايي بدهم يوصل كنت قلت لك قبل شوي انه هاي السلطه لو بدت تتعاون بموضوع السلسله لانك سالتيني ستقر لحتى ما ضيع انا برايي لو بدت تبين نيه حسنه كان ممكن من سنتين
تكب اي سلسله وتقرها كانت على القليله يا اما شقت حركه هيئه التنسيق يا اما سكتتها يا اما كذا عملت بلبله. بس هذا العقل، هذا العقل التسلطي الاقصائي اللي كان معتبر انه هيئه التنسيق العوبه، انه هودي منمشيهم باي طريقه، انه بلا سلسله بلا كذا، اجلنا وسوفنا وكذبنا ومن هيئه لهيئه ومن حكومه لحكومه ومن وزاره لوزاره ومن لجنه نيابيه للجان نيابيه وكله لم يحصل شيء. انا هاي بتذكرني معلش بما يسمى بالثورات او الربيع العربي. اذا في عندنا نحن ربيع عربي هي هيئه التنسيق واللي قامت فيه، هذا الربيع اللبناني الفعلي. لانه كمان لنرجع نتذكر شو بدي شعات صار بهذه الثورات او بهذا الربيع، مين استغلوا مين وشوهوا. اما قامت على ظهر مين؟ قاموا فيها على ظهر طبقات الفقيره، يعني معلش اللي تظاهروا بسوريا اول ناس هن جماهير حزب البعث، فلاحين الارياف والكذا. هو شو بدي بعدين اجت داعش ودخلت كل القوى الثانيه واستغلت الموضوع. اما اللي تظاهروا بالاساس، اللي تظاهروا بمصر الفقراء المصريين، ابو عزيزي حرق حاله لانه حقوقه مهدوره بس انه لو انه هذه السلطات ان كانت من تونس لسوريا عندها عقل شوي يفكر بمستقبلها، بمستقبلها هي حتى كسلطات حاكمه كانت قدمت شويه تنازلات، دلوا معند حسني مبارك لاخر تكي صارت الثوره وبعده خبر حاله هو رئيس الجمهوريه. وكذلك بمناطق ثانيه بهون عندنا في شيء شبيه انه ما بدهم يعطوا شيء من باي كل واحد معتمد على قوه ما بما يسمى جماعته. يا عمي هول جماعته بده يقوموا عليه من كل الاطراف، ما بدل قادر يسوقهم على مدى الزمن. هول اللي اسمهم جماعته لهذا الزعيم او ذاك، هودي ما عندهم مصلحه بالسلسله. بس ايمتى بدهم يقوموا عليه؟ يعني اذا عم نحكي بثلاث سنين وبتراكم يعني معلش خلينا ناسس. ما هو نحن كل شيء عندنا انه بدخلنا نحلها هلا مش وقتها. بلشي من قصه الطائفيه، الغاء الطائفيه السياسيه مش وقتها. طيب قررناها وقررت بالطائف وبعد على حد الطائف انت كان ب 89 مش هيك؟ صرنا بال سنة 2014 وبعد انه مش وقتها هلا ومش وقتها موضوع الانتخابات النسبيه مش وقتها. الشعب اللبناني ما بيستوعبها على اساس اللي بدهم بيعملوا الشعب اللبناني حمار، وساعه اللي بدهم اذكى شعب بالعالم واخترع الحرف. طيب اليوم عم بيقولوا لك نحن مش قادرين، مش ما بدنا، شو مش قادرين كسلطه سياسيه وسلطه ماليه مش قادرين. المصارف اول ما قالوا بده ينفرض قيود وضرائب اضافيه على المصارف كان صارت ثوره. البعض تحدث اليوم بالتسريبات انه كان في بده يصير تلاعب بسعر الليره بالامس نتيجه قصة هيئة التنسيق والسلسلة. يعني في خطر على الاستقرار النقدي وإن كان هاشيا، بس في خطر على هذا الاستقرار. معلش ناسي، في جهابزي بيعتبروا هني إذا طلعوا على التلفزيونات وحطوا أرقام وهولوا شوي معناتها صارت الحقيقة بإيده. لا كمان ما في مقابل هذه الأرقام، في أرقام ما بعرف إذا في حدا يتحضر. خليني أقرأ لك إياهم معلش لأنه المتشبه الدولة، يعني كل هالحكي عن انه عجز والى اخره، الناتج المحلي للدولة ارتفع من 17.8 مليار ليرة سنة 95 الى 64.8 مليار ليرة سنة 2012، يعني 3.6 مرات، يعني 264%. وبعدين ايرادات الدولة ارتفعت من 1.7 الف مليار ليرة الى 14.2 الف مليار، اي 8.3 مرات، يعني 730%. كلفه التعليم، وهون بده واحد يعني خلينا شوي نبحث بالقصة، كلفه التعليم على الاسر ارتفعت وسطيا بنسبه 125%، اذا استثنينا حصه التعليم الرسمي بتكون نسبه ارتفاع الاقساط زادت 150% و180%. وكون أرباح المصارف ارتفعت من 0.4 ألف مليار ليرة إلى 2.6 ألف مليار ليرة، أي 6.4 مرات، يعني 540%. أسعار الأراضي ارتفعت بما يزيد عن 10 مرات. بقى ما يحكوا لنا أنه إذا أقرت السلسلة بدها تهب الدنيا، هب الدنيا بدون سلسلة. ما هني
شو التبرير كان رفع الأقساط بالمدارس الخاصة خلال السنوات كلها؟ حتى هلا مؤخرا رفعت الأقساط بالوقت اللي ما زادت شو اسمه رواتب المعلمين. شو الأسباب بارتفاع أسعار الأراضي والمضاربات وما بيندفع عليها ولا والتهويل بقصة الليرة؟ أنا برأيي اللي بيهول بهي القصة لازم يفوت على الحبس. حتى امبارح حاكم مصرف لبنان عدوى طمأن انه لا لا ما هو نقل الكلام عن حاكم مصرف ما لبنان ما بقى تخوفه. حاكم نقل الكلام عن حاكم مصرف لبنان سابعا بالفترة الأخيرة منه دقيق ومنه صحيح. بمعنى لأنه هذا التهويل على موضوع الليرة أنا برأيي هذا كلام خطير، لأنه الليرة بس بتنهار وبصير في تضخم إذا الدولة طبعت عملة. أما إذا الدولة ما طبعت عملة ولجأت لضرائب فعلية وجدية على أصحاب الريوع العقارية وأصحاب الودائع الكبيرة والمصارف ما بيصير شيء. كل الحفلة كانت إنه يا مصارف أنتوا أرباحكم بدل ما تكون 1.7 مليون مليار و700 مليون دولار بالسنة تكون مليار و450. مظبوط. ورفضوا ما بدهم يعملوا سابقة. حضرتك بلشنا الحديث بأنه السلسلة هي من أيقظ هذه السلسلة هو الرئيس نجيب ميقاتي. هل أيقظ لدفنة لمرة أخيرة كان أو أيقظ لإقراره؟ بعد آخر فاصل أعلن. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع المهندس غسان ناصر مدير الاستثمار في وزارة الاتصالات سابقا. أستاذ غسان بلشنا أنه من عاد ونبش هذه السلسلة هو الرئيس نجيب ميقاتي. طب الرئيس نجيب ميقاتي يعتبر أنه من حيتان المال في لبنان، وحكومته كانت تعتبر بأن فيها من الحيتان ما يفوق التصور. يعني ليش نبش على السلسلة؟ لا إقرارة ولا لأنه اعتبر أنه بنبش هذه السلسلة تضرب الحقوق وخلص، يعني ببين أنه مستحيل إقرارة من جديد. هو قد ما نبش أبرا يعني ما لشي. بدك تعرفي موقفه الفعلي للرئيس ميقاتي انه امبارح شو اعلن هو مشان الجلسه اللي كان بدها تقر السلسله؟ انه هو مقاطع. مزبوط. طيب انه هيدي الحكومه العظيمه اللي كان يراسها واللي كان فيها حيتان المال الرئيس ميقاتي واللي نهار استقالته اعلن انه هن كحكومه قدموا اكبر انجاز للشعب اللبناني وهي سلسله رتب الرواتب. من 22 أدار 2013 استقال، راحت لعنده هيئة التنسيق بحزيران، أول ما فاتين لعنده بيقول لهم أحسن ما تقولوا أنا ما خليت بوعدي لحيل السلسلة. استقالت الحكومة مشان السلسلة بأدار بحزيران كان بعده مش وأحالها بعد كمان بعد أسابيع، وعبارة عن كلام ما إله طعمي بالمرة، ما له علاقة لا بالأصول الحد الأدنى من الأصول بكيفية مشاريع القوانين مشاريع المراسيم اللي بدها تنعمل اللي راحت على المجلس. ليش صدقته هيئة التنسيق بوقتها؟ ليش يعني إذا بدنا نتذكر بين الدرجات وبين إذا ما بدها تصدق حكومة هيئة التنسيق مين بتصدق؟ ما هي احترنا إنه إذا هيئة التنسيق عم تتعاطى بالآخر مع جهة تعتبرها إنه هي قيمة على البلد. طيب عملت موازنة ما عمل المشروع ما له علاقة بالمشاريع، صارت لجنة المال وزارة المالية زدت له إياها لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة زدتها. آخر شيء نشغل شغل جدي 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 فعلا من لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، حتى هذا التقرير اللي طلعت فيه واللي كان نسبيا مقبول لغى المجلس النيابي بجلسه الشهيرة بما أخذ فيه ورجعنا بلجان جديدة. مشان هيك برجع بتقولي لي سألتيني قبل شوي متفائل بالسلسلة، بقول لك اللي بده يعطي سلسلة كان حله. لا القصة قصة إيرادات مثل ما عم بيحكوا ولا القصة قصة. طب شو القصة؟ ما بدهم يسجلوا انتصار عمال و أول شيء بدهم ما بدهم شيء اسمه على نسق هيئة التنسيق. اثنين في مشاريع بالبلد إلى سنين تتحضر، هي موضوع إلغاء الوظيفة العامة. إيه بيستغنوا عنها بالتعاقد الوظيفي إن كان بالإدارة أو كان بالتعليم بس الخاص. هذا الشيء موجود بالسلسلة الحالية، موجود بعدهم ثبتوا مبدأ لا للتوظيف. طيب شو يعني؟ طيب يعطوا طيب بدهم يلغوا بس يعطوا أصحاب الحقوق حقوقها
ويقرروا يعملوا يخصصوا القطاعات مثل ما هلا بيقولوا على روحه على الخصخصه، بس فعلا اذا هن ماشيين بهذا المسار اللي هو الخصخصه وغيرها اقل ما يظلموا ناس خدمت كل هالفتره. لا معلش، ما هو لازم ينظلموا لحتى الناس تقول اخ كثير وتصير ذليله اكثر لإلهم وتروح تترجاهن. بس طلعت لهم شغله ما كانش على باله الخاطر اسمها هيئه التنسيق اللي ما مشيت بهالقصه. طب بس هذه هيئه التنسيق شو بتعتبر حضرتك؟ يعني بالاخر في محل بدها تفاوض بدها تتنازل، هل اليوم حضرتك مع تجزئه السلسله وان تقبل؟ اكيد لا، اكيد مش مع التجزئه. ليه؟ ليش؟ بلا قيمه ساعتها، بلا السلسله. يا عمي السلسله هذه كلمه سلسله، خلي الشعب، بقول لكم بلاها بلاها، خلي الشعب اللبناني ينساها. تتفضل هالسلطه يعطوا الفرق تصحيح الاجور بلا سلسله. بلا سلسله يعطوا تصحيح اجور من 95 لهلا مثل اي بلد بالعالم. يعني نحن في قانون بلبنان، هاي لجنة مؤشرة إذا تجتمع وتشوف نسبة التضخم وعلى أساسها بصير في مفاوضات سنوية قديش بتزيد المعاش الأجور. طيب من 95 لهلأ ما صارت، يتفضلوا في حسابات في إحصاءات معمولة قديش زادت غلاء المعيشة، يعطوا غلاء معيشي ويلغوا السلسلة. بلا السلسلة شو هالسلسلة؟ طيب بس إذا جزأوها أو قسطوها على خمس سنين بلا طعمة بتصير ما تآكل، يعني ما تآكل. طيب بس مش أحسن ما صار لهم ثلاث سنين على فكرة نرفض التجزئة، صار لها ثلاث سنين مرقت. ما رقت كمان نرجع يعني بتتآكل مرة ثانية. طيب بس هي هيدي لعبة الوقت وقيمة المبلغ. طيب شو بيعملوا؟ بيشنقون للنواب؟ لا عم ببين انه البعض عم بيقول انه هيدا التمسك لا للتجزئه لا للتقسيط لا لي يعني كل الرفض نحن بدنا اياه والمفعول الرجعي والى اخره، في كثير قصص. بس هيدا عم ببين عم بيقولوا له الفرقه يعني السلطه ما في سلسله نهائيا وما راح نقرها وهذا اللي يعني ماشي. عمليا لما عم بيقولوا بدهم تجزئه الدوله السلطه وبدهم تقسيط وبدهم وبدهم وبدهم، معناتها عم بيقولوا لهم لا تنسيق ما في سلسله، يعني خذوا سلسله بلا طعمه فارغه من اي شيء، كلمه سلسله بصير شعار سلسله، اما عمليا بيكونوا شلحوا انه العالم مصرياتها اكثر ما هي عطوها. الاتحاد العمالي العام منو هذا؟ الاتحاد العمالي العام هل ما استمع فيه. شو اللي بتعتبر اللي اصاب الاتحاد العمالي العام لدرجه انه حدا مثل حضرتك نقابي وايضا كان يتحرك مع تحركات الاتحاد بالسبعينيات يقول اليوم مش سامع بالاتحاد العمالي العام، هيدا التدهور اللي اصابه ما بتخافوا انه يصيب ايضا هيئه التنسيق؟ بدنا نحاول انه ما يصير، بدنا نحاول انه هي هيئه التنسيق اللي امبارح فاوض مع سلطه سياسيه ما بيوصل انه بعد طفل عم بيربى، هذا الطفل بدنا نحضنه هيئه التنسيق. ما خفتوا من الاحتضان بالامس انه ان يحتضن من جهات سياسيه كما تبين بالامس؟ الخوف دائما موجود يعني ما حدا عم بينكر، بس معلش مش اول ضغط بتتعرض له هيئة التنسيق. قلت لك تفسيري أنا للكمبرومية أو الهدنة اللي صارت كمان تخفيف من نقمة الأهالي، اللي مش كل الأهالي واعيين لقصة السلسلة وبتعنيهم السلسلة، كل واحد شايف بس شهادة ابنه هي القصة. تخفيف من هذا الهجوم على هيئة التنسيق بأفرادها أو بما تمثله بموضوع الامتحانات هلأ قديش بدهم يكملوا بالتنازل؟ اذا بدك تعتبريها تنازل ساعتها بتصير لكل حادث حديث، بس انا برايي معلش يمكن هذا مخرج مؤقت هدني، قلت انا لانه حل لا فاشل ولا ناجح بانتظار لحظه التصحيح اللي يا اما بدها ترجع المعركه يا اما بدهم يهدنوا. نحن لهون نوصل لنهايه لقائنا، مدير الاستثمار في وزاره الاتصالات سابقا واحد الاداريين يعني اللي ويكبوا الإدارة بكل هذه الفترة غسان ناصر، شكرا جزيلا لحضورك، أهلا وسهلا فيك، وأنا بعتذر منك عن امبارح عزمناك بس اليوم رجعنا مش الحال. ما هو اسمه برنامجك الحدث وبارح كان في حدث مهم كثير، جلسة مجلس. شكرا لك اعتصام هيئة التنسيق إلن. شكرا لك ولا تفهمك، أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.